يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد يا علي. يا علي يا محمد اكفيانا فانكما كافيان وانصران فانكما ناصران يا صاحب الزمان الامان 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 سلام على محمد وعلى سلام على علي ومحمد سلام على القائم من ال محمد وعلي امام زماننا الحجه بن الحسن ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه الحلقة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط مرابطه الاحرار في فناء امامك البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إيمانك. هذا هو الجزء السادس من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضيه ضياع الشيعه ما بين الشوافع والمستشرقين تسلسل الكلام حتى وصلت بعد ذكر عبد الله بن سبا مثالا وذكر حديث الكساء اليماني الشريف مثالا وصل الكلام الى محمد رضا السيستاني انني اتحدث عن المنهجية التي يتبعها مراجع وعلماء حوزة الطوسي في النجف فتارة يلجؤون إلى طريقة الشافعي في التحقيق التي هي جماع ما بين المنهج الأعرابي والمنطق الأرسطي وتارة يلجؤون الى طريقه المستشرقين والتي تعتمد اساسا على جمع المعطيات وبعد ذلك يلجؤون الى المقارنه والمقايسه بين هذه المعطيات كل هذا مر علينا وبالتفاصيل والامثله والشواهد من المطالب التي ركزت عليها ما يرتبط بعلم الرجال خصوصا ما جاء في الايه السادسه بعد البسمله من سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الذي لا يتبع منهجا صحيحا في التعامل مع الاحاديث والروايات والاخبار فان عاقبه امره ستؤول الى جهاله يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة هذا إذا لم تتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الجهالة تجمع هنا ما بين الجهل والحماقة نحن عندنا جهل وعندنا جهالة وعندنا جاهلية الجهل في مواجهه العلم والجهاله في مواجهه العقل في مواجهه الحكمه والجاهليه في مواجهه الاسلام من لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه الجاهليه هذه هي جاهليه في مواجهه الاسلام وتتضمن معنى الجهاله التي هي في مواجهه الحكمه في مواجهه العقل وتتضمن ايضا معنى الجهل الذي هو في مواجهه العلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. هذه الجهالة هنا جهل في مواجهة العلم وجهالة قلة عقل في مواجهة الحكمة. الأمر هو هو الذي تحدثت عنه ايات سوره هود فيما جاء في قصه نوح فيما يرتبط بابنه الذي هلك مع الهالكين وذهب الى مصيره الاسود مع المغرقين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين التقييمات الرجاليه ستقودك يا نوح الى ان تكون من الجاهلين فتجنب التقييمات الرجاليه وتجنب علم الرجال انه جهل فلا تسالني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ولذا فإن نوحا ماذا قال؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم هذا جهل لا أريده إني أريد علما نافعا قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين حديث عن مغفره لماذا لان استعمال علم الرجال في تقييم حديث اهل البيت معصيه لا تماثلها معصيه بهذه الطريقة حرفوا دين محمد وال محمد انني اتحدث عن مراجع السوء عن مراجع الضلال منذ زمان الطوسي والى يومنا هذا حيث حرفوا الدين تمام التحريف والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين هذه الحقيقه التي تتحدث عنها هذه الايات ستظهر لنا ايضا في مواطن اخرى في الكتاب الكريم فتبينوا تبينوا عودوا الى العلوم والمعارف التي من خلالها تستطيعون ان تكتشفوا مضمون هذا الخبر الذي رواه هذا الفاسق رواه هذا المشهول فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين هذا المضمون يتجلى لنا في سورة يوسف إذا ما ذهبنا إلى الآية السابعة والسبعين بعد البسملة من سورة يوسف في ما رتبه يوسف ان يضع صواع الملك في رحل اخيه بنيامين قصه يوسف مع اخوته وكيف امر اعوانه اتحدث عن يوسف النبي امر اعوانه ان يضعوا صواع الملك والمراد من الصواع وسيله الكيل المكيال ان يضعوا صواع الملك في رحل اخيه بنيامين وبعد ذلك فتشوا ما فتشوا حتى عثروا على صواع الملك في رحل بنيامين قالوا ان يسرق اخوه يوسف قالوا ان يسرق اذا سرق بنيامين الان صواع الملك قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل إنهم يتحدثون عن يوسف ويصفونه بأنه قد سرق فمتى سرق يوسف إنهم متأكدون من سرقة يوسف لماذا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل بنيامين ويوسف من ام واحده والاخوه الباقون من امهات اخرى فمن هنا قالوا ان يسرق عن بنيامين فقد سرق أخ له من قبل أخ له من أبيه وأمه إنه أخوه من أبيه وأمه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون متى سرق يوسف يوسف النبي هل كان سارقا في احكام بني اسرائيل اذا ما سرق سارق فانه سيسترق سيكون عبدا الى مده ما عند الذي سرق منه ولذا حينما اخذ اخوه يوسف يعتذرون لما قام به بنيامين قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه إن انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فان يوسف اراد ان يطبق شرعه بني اسرائيل فشرعه بني اسرائيل السارق يسترق يستعبد يكون عبدا يكون خادما عند الذي سرق منه يوسف الذي هو ايه من ايات الحسن والجمال حينما كان صغيرا عمته كانت تحبه حبا شديدا وكانت في اكثر الاوقات تاخذه معها الى بيتها ابوه يعقوب هو الاخر كان يحب يوسف حبا شديدا فيريده ان يكون قريبا منه فحينما تاخذه عمته وهي بنت نبي هي بنت اسحاق وهي اخت نبي وهي اخت يعقوب فحينما كانت تاخذه الى بيتها بعد ايام يرسل يعقوب ان ترجع يوسف الى بيت ابي من جمله ما كان عندها من امانات يعقوب منطقه المنطقه نوع من انواع الاحزمه الثمينه تشد على وسط جسم الانسان منطقه كانت لاسحاق اعطاها ليعقوب يعقوب استامنها عند اخته هذه فلما ارسل يعقوب ان ترجع يوسف الى بيته إلى بيت أبيه ماذا فعلت عمة يوسف حبا به تريده أن يبقى في بيتها وكان صغيرا البسته منطقة جده إسحاق التي كان يعقوب يعتز بها واستأمنها وجعلها أمانة عند أخته فالبسته المنطقه تحت ثيابه وجاءت بيوسف الى بيت ابي ثم بعد ذلك قالت بعد ان ذهبت الى بيتها ورجعت قالت من ان يوسف قد سرق المنطقه وكشفت عن المنطقه التي هي قد حزمته بها قالت ان يوسف قد سرق المنطقه ويوسف كان صغيرا وانا اريد ان انفذ الحكم عليه ان تاخذه الى بيتها اخذت يوسف الى بيتها فقيل عن يوسف من انه سارق وما هو بسارق يوسف نبي نبي جليل نبي عظيم اخوته يحتفظون بهذا التقييم الخاطئ هم لا يذكرون الكلام هنا لاجل تشويه سمعه يوسف فيوسف ليس موجودا وعزيز مصر لا يعرف يوسف لكنهم ذكروا هذا استطرادا بما ان بنيامين قد سرق قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل هذا تقييم رجالي ليوسف بعد كل تلك السنين بعد كل تلك السنين وإذا بهم يقيمون يوسف هذا التقييم هؤلاء أولاد أنبياء وكانوا يوصفون بالحكمه والعلم والفهم بحدودهم هؤلاء هم الاسباط اسباط بني اسرائيل لهم منزله دينيه هذا هو حالهم مع انهم اجرموا في حق اخيهم يوسف وأجرموا في حق أبيهم وهم يعيشون حالة الندم لما فعلوا بأخيهم يوسف ومع ذلك لا زال هذا التقييم الخاطئ عالقاً بأذهانهم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل هذا وهو اخوهم لنفترض انهم اقتنعوا من ان بنيامين قد سرق صواع الملك اما يوسف كيف قد اقتنعوا بانه قد سرق والحكايه عرفت بعد ذلك ولكن التقييم بقي عالقا في رؤوسهم وفي ذاكرتهم رغم مرور السنين قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا لتقييمكم الرجالي هذا انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون هذا تقييم باطل قال انتم شر مكانه اي تقييم هذا هذا هو التقييم الرجالي ان تصيبوا قوما بجهاله هذه هي الجهاله اعظك ان تكون من الجاهلين هذا هو الجهل مثل ما مر علينا في سوره هود فيما يرتبط بقصه ابن نوح وماذا قال نوح عنه وماذا قال الله لنوح النبي وماذا جاء في الايه السادسه بعد البسملة من سوره الحجرات ان تصيبوا قوما بجهاله في سوره يوسف في الايه الحاديه بعد العاشره بعد المئه بعد البسمله ماذا جاء فيها لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب نحن نقرا في سوره يوسف التفاصيل الكثيره والقصص الذي بدات به السوره وبقي مستمرا على طول السوره لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب اولو الالباب هم اصحاب العقول ان تصيبوا قوما بجهالة خذوا العبرة من سورة يوسف ومن أهم المواطن الواضحة التقييمات الرجالية الباطلة من قبل أبناء نبي لأخيهم النبي ولأبيهم النبي لأبيهم النبي في الآية الرابعة والتسعين بعد البسملة من سورة يوسف ولما فصلت العير حينما بدأت بالحركة من مصر باتجاه فلسطين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف وهو في فلسطين لقد شم رائحة قميص يوسف الذي أعطاه لأخوته كي يلقوا به على وجه أبيهم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون لولا ان تصدروا تقييمكم الرجاليه الباطله بحقي لولا ان تفندوا قولي ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون لولا أن تفندوني تفندوا قولي ماذا قالوا له؟ قالوا تالله أقسموا أقسموا عائلته عائلة النبي عائلة النبي تقسم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم إنك لفي ضلالك القديم يصفون نبيا بالضلال القديم انك لفي ضلالك القديم لازلت تعيش على امل ان تلتقي بيوسف ان تجد يوسف ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم عائلته نبي تقيم نبيا فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين المضمون هو هو الذي مر علينا في سوره هود في الايات التي ترتبط بقصه ابن نوح قال ربي إني أعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. طلب مغفرة من التقييمات الرجالية من التقييمات الرجالية هؤلاء يعيشون في بيوت الأنبياء نوح نبي عاش قرونا وهو شيخ المرسلين وها هو يستغفر من التقييمات الرجاليه حينما قيم ابنه تقييما رجاليا خاطئا فماذا قال له الله فلا تسألني ما ليس لك به علم علم الرجال ما هو بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فهنا ماذا قال نوح قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم أعوذ بك من علم الرجال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين الكلام هو هو قالوا يا ابانا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين حينما قيمناك بعلم الرجال بموازين تقييم علم الرجال استغفر لنا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين ان تصيبوا قوما بجهاله ماذا تكون النتيجه فتصبحوا على ما فعلتم نادمي يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمي لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب هذه العبره لاولي الالباب كيف تتحقق تتحقق اذا شخصنا مواضع الجهل ومواضع الجهاله في كل هذه المضامين التي مرت علينا في الايه السادسه بعد البسملة من سورة الحجرات فيما جاء من ذكر لقصة نوح وابنه في سورة هود وما جاء من ذكر لقصة موسى واختياره من قومه سبعين رجلا وكان اختيارا ليس موفقا كما جاء في سورة الأعراف وما جاء في سورة يوسف فيما قاله أبناء يعقوب إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل في تقييمهم لأخيهم النبي وما قالوه أيضا في تقييمهم لابيهم النبي قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم قالوا يا ابانا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين وهذا الكلام ايضا قالوه لاخيهم يوسف قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين تلاحظون حديث المغفره ياتي منسجما ومصاحبا للتقييمات الرجاليه هذا يدل على ان استعمال علم الرجال معصيه انا لا شان لي بكتب السير والتاريخ ولا شان لي بعلم الرجال اذا كان يعد جزءا من السير والتاريخ هذا امر خارج عن البرنامج وخارج عن بحثنا حديثنا عن استعمال علم الرجال لتدمير حديث اهل البيت انا اتحدث في هذه الجهه في هذه النقطه بالضبط ما جاء في هذا الكتاب في كتاب محمد رضا السيستاني قبسات من علم الرجال وما جاء في سائر الكتب الرجاليه لمراجع حوزه الطوسي انها كتب الشيطان انها كتب الكفر ببيعه الغدير انها كتب تحريف دين محمد وال محمد هذه وسائل تحريف دين العتره الطاهره، الا لعنه عليها، الا لعنه على هذا المنهج، الا لعنه على هذه القذاره، تلاحظون ايات الكتاب الكريم تتحدث عن المغفره وعن التوبه وعن طلب الرحمه حينما يؤتى بالتقييمات الرجاليه لتقييم الانبياء ولتقييم الوقائع المرتبطة بالأنبياء مثلما تحدثوا عن واقعة السرقة التي نسبت إلى يوسف النبي اعتمدوا على تقييم رجالي فنسبوا ما نسبوا إلى النبي وهذا هو الذي فعله مراجع حوزه الطوسي في عقائدهم الضاله حينما ينسبون النقائص الى محمد وال محمد حينما يصدر السيستاني ويصدر ولده محمد رضا ويصدر الخوئي ويصدر محمد باقر الصدر الفتاوى من ان ذكر علي في التشهد الوسطي والاخير يبطل الصلاة حينما يصدرون هذه الفتوى انهم يتغوطون في الصلاة وينسبون النقص لعلي فهل ذكر علي يبطل الصلاة والروايات واضحة في نصوص التشهد من انه يزين بذكر علي ذكر علي واجب في التشهد الوسطي والاخير ومن دون ذكره الصلاه باطله لكن هؤلاء يصدرون الفتاوى بشكل معاكس لانهم يعملون بمنهج معاكس لدين الله يعتمدون على علم الرجال الذي لا يجوز استعماله في استنباط الاحكام الشرعيه بحسب منطق القران انا لا احدثكم عن روايات هنا احدثكم عن منطق القران وعن سيره الانبياء وعن كلام فيما بين الله والانبياء المضامين واضحه تدبروا فيها هذه الايات خزائن ائمتنا هكذا وصفوها وصفوا ايات القران من انها خزائن وعلينا ان نفتح هذه الخزائن الا تلاحظون انني في الحلقات الماضيه وفي هذه الحلقه اعود كرارا ومرارا الى الايه السادسه بعد البسملة من سورة الحجرات، هذه خزانة انا ما استخرجت منها الا النزر اليسير خزانة عظيمه هائله هذه الايه وكذاك بقيه ايات الكتاب الكريم. هؤلاء يتعاملون مع القرآن على أنه كتاب أعمى لماذا؟ لأنهم مثلما وصفتهم سورة الأعراف كيف وصفتهم سورة الأعراف في الآية التاسعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. هؤلاء اصحاب هذه الكتب يغطون في غفله في غفله عميقه يغطون في ظلام دامس هذه ما هي قبسات من علم الرجال هذه ضلالات هذه ظلمات هذه قذارات من علم الرجال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون هؤلاء يعيشون غفله حينما يتعاملون مع القران لا يفقهون من القران شيئا لانهم قد نقضوا بيعه الغدير وتمسكوا بالمنهج العمري في تفسير القران هذا هو واقع حوزة النجف، هذه الآيات خزائن، إنني ما استخرجت من هذه الخزائن إلا النزر اليسير، بإمكاني أن أستمر في حلقات طويلة وأنا أستخرج ما أستخرج من عزيز المعاني. وعظيم الحقائق من هذه الايه السادسه بعد البسملة من سورة الحجرات هذه خزائن فيها وفيها من الكنوز التي لا تنتهي لانني اتعامل معها بالمفاتيح الصحيحه الروايه في الكاف الشريف عن باقر العلوم يحدث زراره ابن اعين ذروه الامر وسنامه ومفتاحه مفتاحه وباب الاشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعه للامام بعد معرفته المعرفه علم الطاعه ما دخلها في الموضوع القران هو الذي يقول إذا ما ذهبت بكم إلى سورة البقرة وإلى الآية الثانية والثمانين بعد المئتين بعد البسملة في آخر الآية واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى تقود الى العلم، وهذه التقوى هي طاعة الإمام ذروة الأمر ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه، الآيات خزائن خزائن تحتاج إلى المفاتيح الصحيحة. هذه هي المفاتيح الصحيحه ذروه الامر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعه للامام بعد معرفته الطاعه الحقيقيه تفتح ابواب المعرفه وتفتق نوافذ العلم واتقوا الله ويعلمكم الله تعليم من دون معلم فانهم صلوات الله عليهم لا يعدون الفقيه من فقهاء الشيعه فقيها الا اذا كان محدثا فحينما سالوا الصادق صلوات الله عليه هو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث من دون معلم واتقوا الله ويعلمكم الله الخطاب للذين آمنوا فإن الآية في أولها يا أيها الذين آمنوا هذا أول الآية الخطاب لنا يا ايها الذين امنوا في اخر الايه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم تريدون العلم هذا طريقه والله بكل شيء عليم ما هي البوابه ما هو السبب واتقوا الله ويعلمكم الله وهذه التقوى هي التي يشير اليها هذا الحديث لاننا نتقي الضلاله بماذا بمعرفه امام زماننا لاننا نتقي النار في يوم القيامه بماذا بشفاعه امام زماننا ذروه الامر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته إنها أغنيتي هذا الحديث أغنيتي أغنيتي التي أغنيها منذ أربعين سنة دائما أردد هذه الكلمة في أي مكان فيما بيني وبين نفسي على المنابر في وسائل الإعلام ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته صلوات صلوات على باخر العلوم هذه كلماته وشعابيب نور على ثرى قبر زراره هو الذي نقل لنا هذا الحديث شابيب نور ورحمة ورحمة يفوح شذاها على ثراك يا زراره رضوان الله تعالى عليك هذه كلمات زراره ينقلها لنا وفي الحقيقه ما هي بكلماته انها الكلمات القدسيه التي فاضت بها شفاه ابي جعفر باقر العلوم ذروه الامر هذه الكلمات مازجوها بقلوبكم ذروه الامر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته مازجوها بقلوبكم حتى تستطيعوا أن تفتحوا هذه الخزائن كي تعرفوا ضلال أغبياء النجف كي تعرفوا ماذا يوجد في هذه الخزائن وكي يتجلى لكم هذا المعنى من انه لا يجوز استعمال علم الرجال في التعامل مع حديث العطرة الطاهرة، الذي يجب علينا ان نعود الى هذه الخزائن ان نتعامل مع قاعدة المعلومات هذه فتبينوا تبينوا علينا ان نتبين مضامين الاحاديث إذا ما شككنا فيها أن نتبينها من خلال قاعدة المعلومات هذه من خلال القرآن هم الذين أمرونا أن نعرض الحديث على قرآنهم فإن لم يأتي موافقا فهو باطل فهو باطل أن نلقي به في المزبلة هو زخرف لا قيمة له هذا هو منطقي قارنوا بين منطقي وبين منطقي أغبياء النجف قارنوا بين المنطقين حينما أقول هذا منطقي ما هو من عندي هذا الذي أنطق به ناقلا لكم من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم انني افتح الايات بمفاتحهم كي اطل على كنوز خزائنهم فهذه الايات اياتهم هي خزائنهم واتي باحاديثهم التي هي مفاتح هذه الخزائن فافتح الخزائن كي اطل على كنوزها وكي اخرج من كنوزها بقدر وعائي يا كميل يا كميل الامير يقول لكميل يا كميل ان القلوب اوعيه وخيرها اوعاها نذهب الى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا, وعلياً وفاطمة, وفاطمه فمكثوا الف, ألف دار ثم خلق جميع, جميع الأشياء, الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد الكتاب الذي بين يدي رجال نجاشي هذا هو أهم كتاب عند مراجع حوزة الطوسي مع أنه كتاب صغير كم ذكر من الأسماء العدد الكلي لكل الأسماء التي ذكرها ألف ومئتين أو تسعة وستين هذا أهم كتاب رجالي عند مراجع حوزة الطوسي رجال النجاشي ومحمد رضا السيستاني وأبوه والخوئي ومحمد باقر الصدر والذين سبقوه والمعاصرون والذين يأتون كل اعتمادهم في استنباط دينهم على هذا الكتاب إن كان المقام مقاما للتفسير مقاما لاستنباط العقائد والمعارف مقاما لاستنباط الفتاوى والاحكام يعتمدون على تقييمات النجاشي اعتمادا كبيرا رجال النجاشي ما هو بكتاب كبير العدد الكلي لكل الأسماء التي ذكرت ألف وتسعة اسم نحن كم عندنا من الرواة عدد الرواة عندنا يتجاوز 17 ألف وربما أكثر من ذلك أكثرهم مجهولون أكثر من 17 ألف اسم عندنا عدد الأسماء الموجودة في هذا الكتاب الذي هو أهم كتاب رجالي عند مراجع حوزة الطوسي المشؤومة عندنا أكثر من 17 ألف اسم عدد الأسماء الموجودة في هذا الكتاب 1269 الذين وثقوا وثقهم خمسمئه وسته وخمسين هؤلاء وثقهم ولهذا السبب يعدونه اهم كتاب في كتب الرجال عندهم لان بقيه الكتب ما فيها توثيقات بهذا العدد تذكروا من أن عدد الرواة يتجاوز عشر ألف وهذه أكبر كمية من التوثيق 556 هؤلاء وثقهم النجاشي وصفهم بأنهم موثوقون وهناك مجموعة مدحها بمدح قد لا يصل إلى مستوى مدح المجموعة الأولى عددهم 127 المجموع الكلي للذين وثقهم وللذين مدحهم 683 كل الأسماء 1269 كل الممدوحين ستمية وثلاثة وثمانين يعني النصف نصف الأسماء التي ذكرت في هذا الكتاب الصغير قد مدحوا أربعمية وثلاثين مجهولون لم يمدحوا ولم يقدحوا مجهولون حالهم مجهول لكن لا يعبر عنهم بأنهم مجهولون في الحقيقة هم مجهولون لأنه في الاصطلاح الرجالي مجهول له دلالة معينة هؤلاء لم يمدحوا ولم يقدحوا أربعمية وثلاثين الذين قال عنهم من أنهم ضعفاء مئة وواحد وثلاثين والذين قال عنهم من أنهم مخالفون مخالفون لمنهج أهل البيت 16 واحد والذين وصفهم بأنهم مجهولون فلان مجهول عددهم تسعة لكن في الحقيقة فإن أربعمية وثلاثين الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا هم مجهولون أيضاً لم يمدحوا ولم يقدحوا فهؤلاء يكونون عمليا في خانه المجهولين هذه تفاصيل الاعداد في هذا الكتاب الذي عنوانه كما هو معروف رجال النجاشي هذا الكتاب له الاهميه الكبرى عند مراجع حوزه الطوسي قطعا له اهميه كبرى ايضا عند محمد رضا السيستاني باعتبار ان الحديث عن منهجيته في التحقيق والبحث في دروسه وابحاثه وتاليفاته فهو على المنهج الموجود على منهج ابيه وعلى منهج المراجع الذين سبقوا اباه وعلى منهج المراجع المعاصرين وعلى منهج المراجع الذين سياتون كلهم في الهوى سواء مثلما يقولون في التعابير الشعبيه العراقيه واحد تافل بحلق الثاني ومثل ما اقول انا واحد متغوط بحلق الثاني هذا الكتاب لو كان مهما فعلا لتحدث عنه الطوسي المعاصر للنجاشي فالنجاشي كان معاصرا للطوسي والطوسي عنده كتابان معروفان الفهرست هذا كتابه الفهرست ذكر فيه المؤلفين والمصنفين من الشيعه الذين كانوا في زمان الائمه او بعد زمان الائمه الطوسي في المقدمه تحدث عن كتابين لابن الغضائري لا وجود لهما لا وجود لهما لانهما احرقا ولم يطلع عليهما احد ومع ذلك ذكرهما الطوسي في المقدمة هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة ومؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الأولى ألف وأربعمية وسبعة عشر هجري قمري قم المقدسة يقول الطوسي في المقدمه: اما بعد فاني لما رايت جماعه من شيوخ طائفتنا من اصحاب الحديث عملوا فهرس كتب اصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الاصول ولم اجد احدا استوفى ذلك ولا ذكر اكثره بل كل منهم كان غرضه ان يذكر ما اختص بروايته واحاطت به خزانته من الكتب ولم يتعرض احد منهم باستيفاء جميعه الا ما قصده ابو الحسين احمد ابن الحسين ابن عبيد الله رحمه الله هذا هو الذي يقال له الغضائري فإنه عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات يعني الكتب والآخر ذكر فيه الأصول والمراد من الأصول إنها الكتب التي ألفت زمان الأئمة بشكل إجمالي واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه غير ان هذين الكتابين لم ينسخهما احد غير ان هذين الكتابين لم ينسخهما احد من اصحابنا من علماء الشيعه واخترم هو رحمه الله اخترم مات في شبابه وعمد بعض ورثته الى اهلاك هذين الكتابين كما هو المعروف من ان بعض ورثته احرق الكتابين ومن هنا اقول دائما من ان كتاب ابن الغضائري لم يره احد ما هو الطوسي شيخ الطائفه هو الذي يقول هذا وابن الغضائري كان معاصرا للطوسي. فها هو الطوسي يقول من أن كتاب ابن الغضائري هذا الذي يأخذه السيستاني ويدمر به حديث أهل البيت وهو لم يره ولم يره أحد إنما أكاذيب نقلت في الكتب عن أن ابن الغضائري قال هذا في كتابه يأخذها السيستاني من دون ان يرى الكتاب اعتمادا على هذه الاكاذيب كي يقوم بتدمير حديث اهل البيت وهذا هو الذي يفعله مراجع حوزه الطوسي سود الله تعالى وجوههم في الدنيا قبل الاخره وهم يقومون بتدمير حديث اهل البيت بهذه الوسائل والاساليب الشيطانيه القذره ويؤلفون الكتب تحت هذا العنوان قبسات من علم الرجال قذارات من علم الرجال وتصنف اطروحات الدكتوراه لقذاراتهم هذه الفكر الرجالي في منظور السيد محمد رضا السيستاني أي فكر رجالي وأية قذارة تتناقض مع القرآن بدرجة مئة بالمئة هذا هو الطوسي شيخ الطائفة وبعد ذلك هو يقول لان كثيرا من مصنفي اصحابنا واصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسده مؤلفو الشيعه وان كانت كتبهم معتمده ومع ذلك فان الطوسي لم يشر الى كتاب النجاشي هذا لم يشر الى كتابه وكان معاصرا له. الطوسي الطوسي ولادته 385 للهجره ووفاته 460 للهجره. النجاشي ولادته 372 للهجره. ووفاته 450 للهجره. يعني توفي في بغداد أربعمية وخمسين للهجرة. لا ندري هل انتقل مع الطوسي الذي انتقل إلى النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين؟ النجاشي توفي في بغداد. أربعمية وخمسين للهجرة. هل انتقل خلال السنتين إلى النجف أو لا؟ لا علم لنا. لا دليل على ذلك الطوسي لم يشر لا من قريب ولا من بعيد الى النجاشي ولا الى كتابه هو هنا تحدث عن مؤلفي الشيعه وعن كتب الشيعه التي استطاع ان يذكرها في كتابه هذا فلم يتحدث لا عن النجاشي شخصا ولا عن النجاشي كتابا لم يشر الى النجاشي لا الى شخصه ولا الى كتابه هذا او سائر كتبه الاخرى التي لم تصل الينا هو تحدث عنها في كتابه هذا النجاشي تحدث عن نفسه وعن كتبه فالطوسي في كتاب الفهرست لم يتحدث عن النجاشي لا شخصا ولا كتبا بينما ذكر كتابين لابن الغضائر هو لم يرهما مثل ما قال وعمد بعض ورثته بعض ورثة ابن الغضائر إلى إهلاك هذين الكتابين كتابان لم يرهما الطوسي ولم يرهما غير الطوسي ومع ذلك فإن الطوسي أشار إليهما في المقدمة لماذا لم يشر الطوسي الى النجاشي لم يشر اليه شخصا ولم يشر الى كتابه الرجال هذا الذي يعده مراجع حوزه الطوسي المشؤومه من اهم كتب الرجال لماذا لم يشر اليه وهو معاصر له بينما النجاشي ذكر الطوسي في كتابه ذكر الطوسي وذكر مؤلفات الطوسي وإن كان ذكر الطوسي في رجال النجاشي من وجهة نظري ذكرا مضطربا بحسب الطبعة هذه هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة إنها الطبعة التاسعة ألف وأربعمية أو تسعة وعشرين هجري قمري صفحة أربعمية وثلاثة رقم الترجمة ألف وثمانية وستين محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي أبو جعفر جليل في أصحابنا ثقة عين من تلامذة شيخنا أبي عبد الله أبي عبد الله يعني المفيد له كتب منها وقد ذكر كتاب الفهرست هذا الكتاب الذي الشيخ الطوسي لم يذكر فيه شيئا عن النجاشي ومن جمله الكتب التي اشار اليها اشار الى كتاب التبيان في تفسير القران هذا الكتاب الفه الطوسي في اخريات عمره ولذا في هذه النسخه على الاقل حين تحدث الطوسي عن نفسه في صفحه 240 رقم الترجمه 714 ترجم الطوسي لنفسه لم يشر الى كتابه التبيان في تفسير القرآن في هذه النسخه وهي النسخه الصحيحه الاصل هناك نسخه اخرى جاء فيها ذكر كتاب التبيان جاء فيها هكذا وله للطوسي كتاب التبيان في تفسير القرآن لم يرى مثله مستبعد ان يقول عن كتابه هكذا لم يرى مثله وربما يقول ما يدريني ولكن مستبعد مثل هذه العباره يقولها غيره فلربما جاء احد ونظر في النسخه فما وجد فيها ذكر تفسير التبيان فالحقه وقال لم ير مثله في نسخه اخرى في الحاشيه اشير اليها جاء فيها وله كتاب التبيان في تفسير القران لم يرى مثله مستبعد ان طوسي يقول عند ذكر كتابه هكذا لم يرى مثله وهذا تردد في نسخ الفهرست لم ير مثله في كتب الطوسي هذا يعني أن الكتاب قد عبث به الكتب قد عبث بها وهذا الكتاب مضطرب كما أن رجال النجاشي مضطربون ترتيب الاسماء فيه ليس دقيقا بحسب ترتيب حروف المعجم هي حوزه فوضويه وهم مراجع فوضويون وكتبهم فوضويه هذا مع ان هذه الكتب قد حققت ونقحت وطبعت طباعه حديثه ومع ذلك هي فوضويه. عورات مراجع حوزه الطوسي لها اول وليس لها اخر. هذه الكتب مزبله مزبله وعلى هذه المزبله اسس ديننا اسس دين حوزه الطوسي وبهذه المزبله حرف دين محمد وال محمد هذه الكتب مزبله مزبله بتمام معنى الكلمه كتب محرفه وفوضوية وغير منسقة مع انهم نسقوها وبذلوا غايه المجهود في ترتيبها وتحسينها وتجميلها اتحدث عن مؤسسات التحقيق والطباعه ولكنها مع ذلك بقيت فوضوية ليست مرتبه وليست منسقة قارنوا بين هذه الكتب وبين كتب المخالفين وبين فهرست ابن النديم الذي الف قبل هذه الكتب وهم يقلدونه ولكن اي تقليد؟ عودوا الى فهرست ابن النديم وهو كتاب كبير كبير جدا لاحظوا كيف بوبه وكيف فهرسه وكيف نظمه فجاء منظما ودقيقا ومرتبا انه من المخالفين اما كتب هؤلاء الغبران فهي مضطربه غير مرتبه مع ان مؤسسات الطباعه والتحقيق رتبت ما رتبت منها وحاولت ان تستر عوراتها وان تغطي عيوبها ولكن القذاره هي القذاره على اي حال الطوسي في كتابه الفهرست لم يشر الى النجاشي لا شخصا ولا كتبا ولا اشار الى هذا الكتاب لا من قريب ولا من بعيد مع انه هو في المقدمه كان مهتما بالكتب التي تجمع أسماء المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم فما أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد هذا يعني أن الكتاب ليس مهما لو كان مهما لأشار إليه الطوسي مثلما أشار إلى بقية الكتب وإنما وضعت له الأهمية بعد ذلك الذي وضع الاهميه لهذا الكتاب العلامه الحلي وابن داود الحلي هذان اللذان وضعا الاهميه لهذا الكتاب وهما اللذان حرفا عنوان الكتاب الكتاب عنوانه الفهرست وليس الرجال وحينما نقول فهرست يعني ان الكتاب ما هو بكتاب الرجال العلامه الحلي ابن داود الحلي هما اللذان حرفا عنوان هذا الكتاب وساحدثكم عن العلامه الحلي إذا الطوسي في كتابه الفهرست لم يشر إلى النجاشي لا من قريب ولا من بعيد. النجاشي ذكر الطوسي لكنني أجد الكلام مضطربا لأن الطوسي في الفهرست وفي النسخ الصحيحة لم يشر إلى كتابه التبيان في تفسير القرآن وفسره في أخريات عمره بينما النجاشي الذي توفي سنة أربعمية وخمسين وقد ألف هذا الكتاب قبل وفاته هو توفي سنة أربعمية وخمسين بينما الطوسي توفي سنة أربعمية وانتقل من بغداد إلى النجف سنة أربعمية وثمانية من القرائن تفسير التبيان ربما بدأ به حينما كان في بغداد من القرائن أتمه في النجف ولذا لم يذكر تفسيره التبيان في قائمه مؤلفاته، قد ذكر كل مؤلفاته فلم يذكر تفسيره التبيان في الفهرست في نسخه ومن خلال الكلام والتعبير لم يرى مثله قرينة واضحة على أن شخصا هو غير الطوسي ألحق هذه الجملة بكتاب الفهرست وألحق جمل أخرى هذه الكتب محرفة محرفة بتمام معنى التحريف كتب الطوسي كلها مضطربة كلها مضطربة عنده كتاب اخر ايضا الطوسي رجال الطوسي هو عباره عن قائمه لذكر الاسماء ليس في هذا الكتاب من توثيق ولا تضعيف الا بشكل محدود جدا العدد الكلي العدد الكلي في هذا الكتاب سته الاف اربعمائه وتسعه وعشرين اسم الذين وثقهم مئه وسبعه وخمسين من مجموع سته الاف اربعمائه وتسعه وعشرين الذين ضعفهم اثلاثه واربعين مذاهب مختلفه مئه وثمانيه وعشرين مجاهيل خمسين خمسون الباقون سته الاف وواحد وخمسين ليس هناك من معلومه عنهم فهل هذا كتاب في علم الرجال هذه لستة, لسته اسماء ليس الا وحينما ياتي الخوئي او غير الخوئي يؤلفون في علم الرجال وذكره الطوسي في أصحاب الباقي ذكره جعله اسما في اللستة في القائمة وماذا قال عنه لم يقل عنه شيئا فهل الطوسي من علماء الرجال إذا كان من علماء الرجال لماذا من مجموع ستة آلاف وتسعة ستة آلاف وواحد لا يعرف عنهم شيئا أي علم هذا آيات القرآن واضحة هذا جهل وجهالة أي علم من هذا؟ وحتى هذه المعلومات من أن الثقات 157 والضعاف 43 ومن المذاهب المختلفة 128 ومن المجاهيل 50 حتى هذه المعلومات ليس لها من مصدر هو لا يقول لنا من اين جاء بها ليس لها من مصدر هذا هو علم الرجال جهل في جهل في جهل جهاله في جهاله في جهاله وبهذا يدمرون حديث اهل البيت بهذه القذاره ومن هذه القذاره يؤلف لنا محمد رضا السيستاني قبسات من علم الرجال ومن هذه المزبله تؤلف اطروحات الدكتوراه هذا هو واقع النجا وهذا هو واقع حوزه الطوسي انها مزبله في مزبله في مزبله وقذاه في قذاره في قذاره جهل وجهاله منطق القران الايات قراتها عليكم تدبروا فيها لا يجوز استعمال علم الرجال باي وجه من الوجوه لتقييم حديث اهل البيت القران يقول فتبينوا فتبينوا كيف نتبين يا ال رسول الله التبين بالعرض على القران وكيف نفقه القران وفقا لمواثيق بيعه الغدير ان ناخذ بتفسيرهم ان نمتلك مفاتيح القران منهم كلامكم نور من هذا الكلام النوري كي نفتح الخزائن خزائن القران كي نصل الى الحقائق هذا هو منهج العتره الطاهره اما هذا منهج ابليس هذه الكتب كتب النجاشي وكتب الطوسي هذه كتب ابليس هذه كتب شيطانيه صرفه قذاره في قذاره في قذاره اي رجال هذا رجال الطوسي ستة آلاف وتسعة وعشرين عنوان ستة آلاف وواحد وخمسين هو لا يعرف عنهم شيئا وحتى هذه الأعداد القليلة ثقات مية وسبعة وخمسين ضعاف ثلاثة وأربعين مذاهب مختلفة مية وثمانية وعشرين مجاهيل يعني قال عنهم مجهول خمسون حتى هذه الأرقام المعلومات التي ذكرها ليس لها من مصدر لا ندري من اين جاء بها قسم هذا الكتاب الى ابواب اصحاب النبي اصحاب الامير ولم يشر الى اصحاب الزهراء الذين رووا عن الزهراء وعندنا روايات ليست قليله رويت عن الزهراء لم يذكر لم يذكر الرواة الذين نقلوا لنا احاديث الزهراء فقفز من رواة حديث امير المؤمنين الى رواة حديث امامنا الحسن وهكذا الى امامنا الحسن العسكري ثم فتح بابا باب ذكر اسماء من لم يروي عن واحد من الائمه انهم محدثو الشيعه بعد عصر الائمه في هذا الكتاب ايضا لم يشر الطوسي الى النجاشي لم يشر الى شخصه ولم يشر الى كتابه ماذا نفهم من ذلك؟ وقد اشار الى الكثير من الاسماء ممن هم نقلوا الحديث ولكن لم ينقلوا الحديث عن الائمه انهم من علماء الشيعه من محدثي الشيعه بعد عصر الائمه صلوات الله عليه الطوسي لم يشر الى النجاشي ولم يشر الى كتاب النجاشي الرجال في كتابه هذا رجال الطوسي مع انه وضع بابا لعلماء ومحدثي ومصنفي الشيعة ممن جاءوا بعد عصر الائمه وذكر الكثيرين منهم لكنه لم يشر الى النجاشي لا من قريب ولا من بعيد هو لم يعتبره من رواه الحديث ما بعد عصر الائمه ولم يعتبره من مؤلفي الشيعة ومن مصنفي الشيعة لذا لم يشر إليه في كتابه هذا ولم يشر إليه في كتابه هذا الفهرست مع ملاحظة أن الكتابين في حالة اضطراب حتى في ترتيب الأسماء بحسب حروف المعجم وهذا يكشف عن فوضويه الطوسي وعن فوضويه ولده من بعده لو لم يكن ولده من بعده فوضويا لرتب كتب ابيه لكنه كان جاهلا جاهلا بالمطلق لا يفقه شيئا وصار مرجعا صار مرجعا للشيعه إلى ما يقرب من ستين سنة وهو جاهل لا يفقه شيئا ما هم شيعة حمير؟ حمير يركب عليهم هؤلاء المراجع أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له اخر بابا ما توصل النوبه الي قال توصل واطمئن تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباره واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مستعجل مش داعي اقول تركب يعني خلاقه ما شنو؟ خلاقه اغاني شنو؟ قلت له خلاقه اغاني شنو؟ فقش ديخ العربية خوش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب و وضاي ديخ لا مو علم إجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة صار واضحا لدينا أولا رجال النجاشي الذي هو أهم كتاب عند مراجع حوزة الطوسي عند مراجع حوزة النجف وكربلاء هو كتاب صغير ذكرت لكم أعداد الرواة الذين جاءوا في هذا الكتاب وفي الحقيقة هو لم يتحدث عن رواة هو تحدث عن مؤلفين فعدد الأسماء التي وردت في هذا الكتاب عدد قليل مثلما قلت لكم المجموع الكلي ألف وميتين أو تسعة وستين اسم هذا هو المجموع الكلي لعدد الأسماء التي وردت في هذا الكتاب هذا هو أهم كتاب عند مراجع النجف وكربلاء في علم الرجال مؤلفه توفي سنة أربعمية وخمسين للهجرة هذا الكتاب عدد الأسماء فيه قليل ألف ومئتين أو تسعة وستين اسم معاصره الطوسي لم يشر إليه لا في كتابه الفهرست الذي هو مخصص لذكر الكتب وخصوصا لمثل هذا الكتاب الطوسي لم يشر الى شخص النجاشي ولا الى كتابه لا في الفهرست ولا في كتابه الرجال هذا يدل على ان النجاشي ليس شخصيه مهمه وهذا يدل على ان كتابه ليس كتابا مهما بينما هو النجاشي ذكر الطوسي وامتدحه وذكر كتبه وان كنت اشكل على الكتب التي ذكرت فانني اقطع من ان احدا حرف في المعلومات التي ذكرت بخصوص الطوسي في هذا الكتاب اقطع من خلال القرائن هناك العديد من القرائن ولو كان المقام للحديث عن هذا الموضوع فانني استطيع ان افصل القول في ذلك واتيكم بالكتب واتيكم بالشواهد وبتلك القرائن هذا الكتاب مطبوع على غلافه الخارجي رجال النجاشي اذا فتحنا الصفحه الاولى ايضا بخط كبير رجال النجاشي ولكن بطباعه صغيره فهرست اسماء مصنفي الشيعه المشتهر برجال النجاشي تدليس حوزوي خبيث على الغلاف الخارجي رجال النجاشي في داخل الكتاب على الصفحة الأولى وبكتابة صغيرة فهرست هذا هو الاسم الحقيقي للكتاب الفهرست لكنهم زوروه فقالوا رجال النجاشي حتى يكون كتابا رجاليا لأن الفهرست ما هو بكتاب رجالي يعني أن المؤلف ليس مهتما بالمعلومه الرجاليه وانما هو مهتم بذكر اسماء الكتب والمؤلفين هذا هو المراد من الفهرست فهم زوروا الكتاب حرفوه حولوه من فهرست الى كتاب رجال فعلى الغلاف الخارجي رجال النجاشي في الداخل وبطباعة صغيرة فهرست اسماء مصنفي الشيعة المشتهر برجال النجاشي كيف اشتهر بهذا الاسم؟ وهو كتاب فهرسة ما هو بكتاب رجال؟ زوره مراجع الشيعة الاجلاء زوروه لاحظوا المقدمه هذه مقدمه النجاشي نفسه الرجل لم يقل ان كتابه كتاب الرجال هكذا جاء في المقدمه اما بعد فاني وقفت على ما ذكره السيد الشريف البعض يقول من انه المرتضى وربما هو كذلك لانه وصفه بالشريف في الثقافه الشيعيه الهاشميون لا يوصفون بهذا الوصف هذا الوصف وصف عباسي مثل ما يقال ايام البعثيين الرفيق اما بعد فاني وقفت على ما ذكره السيد الشريف اطال الله بقاءه وادام توفيقه فهذا يعني اذا كان المراد هو الشريف المرتضى الرفيق العباسي المرتضى اذا كان هو المراد هذا يعني ان النجاشي الفه ايام المرتضى والمرتضى توفي سنة 436 للهجرة حيث بدأت مرجعية الطوسي في بغداد فالكتاب إذا يعرفه الطوسي إذا كان المراد من السيد الشريف هنا المرتضى فالكتاب إذا معروف للطوسي وقد ألف قبل زمن ما هو بزمن قريب بزمن بعيد نسبيا على اي حال نحن والمقدمه اما بعد فاني وقفت على ما ذكره السيد الشريف اطال الله بقاءه وادام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين المشكله دائما عند علماء الشيعه هي هذه هم حائرون في قضيه ماذا يقول المخالفون عنا فيؤلفون وفقا لهذه الغايه فتاتي مؤلفاتهم سخيفه قذره وسخه هم لا يؤلفون لاجل محمد وال محمد هم يؤلفون لاجل ان يقنعوا المخالفين اذا اين دينكم الذي يجب عليكم ان تبحثوا عنه؟ اين عقائدكم؟ هل امركم الائمه ان تفعلوا ذلك؟ ام انهم امروكم أن تتدبروا قرآنهم وفقا لموازينهم وأن تفهموا حديثهم وفقا لقواعدهم القرآن يقول لكم لا تعبأوا برواة الحديث إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تعبأوا بسند الحديث عودوا إلى المتن وتبينوه من خلال القرآن وفقه القران من خلال مواثيق بيعه الغدير هذا هو دين العتره وليس هذا الهراء من تعيير قوم من مخالفينا انه لا سلف لكم ولا مصنف ليس لكم من مؤلفين هذه المشكله التي تقض مضاجع هؤلاء نحن ماذا نصنع بالمؤلفين؟ اذا كان الائمه قد امروا اصحابهم ان يجمعوا الحديث لنا وعلمونا قواعد الفهم بس هاي الدوده شغاله شغاله عند المراجع يريدون ان يقندوا المخالفين بالضبط مثل ما فعل الطوسي في كتابه المبسوط وقال ما قاله مبينا اذيته من الشيعه انهم يتمسكون بالفاظ احاديث اهل البيت. وهذا السافل كذاك السافل ساثبت لكم سفاله النجاشي وبالتالي فان مراجع النجف وكربلاء ياخذون من هذا السافل من هنا اصفهم بانهم سفله. بحسب موازين اهل البيت ساثبت لكم ان النجاشي هو من اسفل 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 السفله بحسب موازين اهل البيت وانتم بعد ذلك اعرفوا سفاله المراجع الذين تقلدونهم لانهم يبنون دينكم على اقوال هذا السافل والذي يبني دينه على اقوال اسفل السفله هو اسفل من ومن هنا اصفهم بالسفله الائمه هم الذين يصفونهم انا لا قيمه لي ولا مقام لي ان اصف احدا من الناس بهذا الوصف هذا وصف الائمه لهم وسابين لكم ذلك من تعيير قوم من مخالفينا انه لا سلف لكم ولا مصنف او ولا مصنف مصنف يعني تأليف وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على اخبارهم ولا عرف منازلهم وتأريخ اخبار اهل العلم ولا لقي احدا ولا لقي احدا فيعرف من، ولا حجة علينا لمن لم يعلم ولا عرف أو ولا عرف، وقد جمعت من ذلك ما استطعته، ولم أبلغ غايته، لعدم أكثر الكتب، وإنما ذكرت ذلك عذرا الى من وقع اليه كتاب لم اذكر هدفه الكتب يقول قدمت هذه المقدمه كي اعتذر للذين عندهم كتب وما ذكرتها لانني لست عارفا بها فهمه الاول والاخير هو ذكر المؤلفين وذكر مؤلفاتهم لان السبب الذي حركه هو هذا من تعيير قوم من مخالفينا انه لا سلف لكم ولا مصنف ولا مؤلف او ولا مصنف ولا مؤلف المعنى واحد بالنتيجه اذا كان هناك مصنف يعني هناك مصنفات هناك كتب واذا كان هناك مصنف يعني كتاب فهذا يعني هناك مصنفون يعني مؤلفي وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم ابلغ غايته لماذا؟ لعدم اكثر الكتب لم استطع ان اصل اليها وانما ذكرت ذلك عذرا الى من وقع إليه كتاب لم أذكر وقد جعلت للأسماء أبوابا على الحروف ليهون على الملتمس لاسم مخصوص منها وها أنا أذكر المتقدمين في التصنيف في التأليف من سلفنا الصالح وهي أسماء قليلة ومن الله استمد المعونة على ان لاصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن اي فن في فن الفهرسة ذكر الكتب وذكر المؤلفين على ان لاصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه ما رسمه هذا الفن من ان تذكر كل الكتب وأرجو ان يأتي في ذلك على ما رسم وحد ان شاء الله تعالى وذكرت لرجل طريقا واحدا حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرض يعني أن هذا الكتاب ما هو بكتاب رجالي ولذا لم يهتم بالطرق التي توصله إلى رواة الحديث وإنما كان مهتما بذكر الكتب والمؤلفين وذكرت لرجل طريقا واحدا لكل مؤلف حتى لا تكثر الطرق فيخرج عن الغرض لأن غرض الكتاب هو الفهرسة وما هو بكتاب لذكر الرواة وتقييمهم وذكر الطرق اليهم كلامه واضح وواضح جدا واسمه الفهرست الدليل الذي يدل على ان اسمه الفهرست قبل العلامه الحلي وابن داود الحلي حينما يذكر هذا الكتاب يقال له الفهرست ولاحظوا غباء مراجع الشيعه المزورين زوروا العنوان في بدايه الكتاب الكتاب يتالف من جزئين الجزء الثاني في النسخ الموجوده القديمه لا زال عنوانه الفهرست ولذا حينما طبعوه كتبوا هكذا الجزء الثاني من كتاب فهرست اسماء مصنفي الشيعه هل رأيتم كتابا واحدا في موضوع واحد يكون الجزء الاول له عنوان والجزء الثاني له عنوان اخر في موضوع واحد وهو مستمر في نفس الترتيب هذا هو الدليل الباقي هذا بالضبط كيافطه يا زهراء في مؤسسه الكوثر التي عرضتها عليكم في هذا البرنامج مؤسسه الكوثر السيستانيه التي تقام فيها الحفلات الغنائيه الراقصه الماجنه وفي ايام شهاده الزهراء وبقيت يافطه تشير الى ظلامه فاطمه في وسط الحفله الراقصه الماجنه وقد عرضت الفيديو وعرضت الوثائق عليكم في حلقات سابقه فبقيت يا زهراء بقيت دليلا صارخا هذا العنوان ايضا هو دليل على تزوير مراجع حوزه الطوسي ولذا تجدون على الغلاف رجال النجاشي كذابون كذابون العنوان الحقيقي لا زال موجودا في الجزء الثاني الجزء الثاني من كتاب فهرست اسماء مصنفي الشيعه وما ادركنا من مصنفاتهم وذكر طرف من كناهم والقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم هذه العبارة كاذبة. هذه أضيفت أضيفت من مراجع الشيعة المزورين كي يظهروا أن الكتاب رجالي الدليل على أن هذا الكلام كذب هو ما ذكرته لكم عدد الأسماء ألف وتسعة الذين مدحوا 683 وثلاثة النصف الذين لم يمدحوا ولم يقدحوا 430 المجهولون تسعة فكيف يقول وما قيل في كل رجل منهم من مدح او ذم وهذا العدد الهائل بالمئات لم يتحدث عنه لا بمدح او ذم بينما هو ذكر اسماءهم وكناهم مثل ما جاء في هذا السطر وما ادركنا من مصنفاتهم وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم هذا الكلام إذا أردنا أن نطبقه على الكتاب فهو لا ينطبق على الكتاب إلا إذا ذكره ال مؤلف ويقصد من ذلك ما يستطيع ان يذكره، لكن العباره واضحه وما قيل في كل رجل منهم من مدح او ذم وهذا لم يتحقق في الكتاب. مثلما زوروا العنوان زوروا هذه الجمله. مراجعنا مزورون غشاشون كذابون هذه هي الحقيقه. هذا العلامة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال في معرفة الرجال وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة العلامة الحلي توفي سنة 726 وستة وعشرين للهجرة هذه الطبعة الرابعة ألف هجري قمري قم المقدسة إذا ذهبنا إلى صفحة اثنين وإلى رقم الترجمة مية إنه يترجم للنجاشي أحمد بن علي إلى آخره النجاشي ماذا يقول العلامه الحلي وكان احمد يكنى ابا العباس رحمه الله ثقه معتمدا عليه عندي وربما تقرا ثقه معتمد عليه عندي له كتاب الرجال نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره اشياء كثيره له كتاب الرجال هو النجاشي نفسه النجاشي نفسه حينما تحدث عن نفسه وعن كتبه لم يقل من ان له كتابا اسمه كتاب الرجال، وانما قال هكذا من انه مصنف هذا الكتاب، ولم يقل بان الكتاب هذا عنوانه الرجال، وانما مثل ما جاء في المقدمه وما جاء في عنوان الجزء الثاني من انه الفهرست وهذا هو المعروف فهرست النجاشي العلامه الحلي هو الذي اعطاه هذا العنوان وكان احمد وهو احمد النجاشي يكنى ابا العباس رحمه الله المفروض ثقه وكان احمد يكنى ثقه هذا خبر ثان على اي حال ثقه معتمد عليه عندي له كتاب الرجال نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره اشياء كثيره فهذا هو الذي اعطى لفهرست النجاشي هذا العنوان وايضا ابن داود هو معاصر له معاصر للعلامه ابن داود الحلي ايضا سمى كتاب النجاشي الفهرست بالرجال فهذان العلمان هما اللذان زورا عنوان الكتاب الذي يفترض بالعلامه الحلي ان يقول له كتاب الفهرست وانا اعتمد عليه في التقييمات الرجاليه لانني اثق بتقييماته الذي يفترض فيه اذا كان امينا ان يقول هذا الكلام لا ان يزور المعلومه فيصبح كتاب في الفهرسه يصبح كتابا رجاليا الطوسي الذي عاصره لم يكن يعبا به والا لذكره في احد كتابيه على الاقل اما في الفهرست واما في الرجال الذي جعل لكتاب النجاشي هذه الاهميه من هو العلامه الحلي العلامه الحلي هو الذي جعل لفهرست النجاشي الذي هو كتاب فهرسه وما هو بكتاب رجال جعل له هذه الاهميه ومثل ما قال من انه نقل منه اشياء كثيره من هذا الكتاب العلامه الحلي وما له من تاثير في ايامه ولطول فتره مرجعيته الصنميه التقديس والى يومنا هذا فزور عنوان الكتاب وتحول الكتاب من كتاب فهرسه الى كتاب في علم الرجال وصار الكتاب الاول عند مراجع حوزه الطوسي أنا قرأت عليكم المقدمة وقرأت عليكم عنوان الكتاب في الجزء الثاني في هذه الطبعة نفسها فهم وضعوا تزوير العلامة الحلي على الغلاف رجال النجاشي إذا ما ذهبنا إلى النجاشي نفسه وهو يتحدث عن نفسه صفحه 101 رقم الترجمه 253 فارجع نسبه الى الياس ابن مضر ابن نزار الى عدنان وقال عن نفسه مصنف هذا الكتاب الفهرست ثم ذكر مؤلفاته لا يوجد في مؤلفاته ما يشير الى انه من علماء الرجال قال عن هذا الكتاب فقط مصنف هذا الكتاب وهذا الكتاب من خلال عنوان الجزء الثاني الذي لم يزور لحد الان هو فهرست ومن خلال المقدمه هو فهرست ومن خلال القدماء الذين اشاروا اليه قبل العلامه الحلي قالوا عنه فهرست بقيه كتب النجاشي له كتاب الجمعه وما ورد فيها من الاعمال وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم هو يقول من أنه من أحفاد هذا أحفاد نصر بن قعين هسه هذا كان يشتغل بالجاهلية ما أدري وكتاب أنساب بني نصر بن قعين، هذه اهتماماته اهتماماته بالأنساب والعشائر والقبائل. وكتاب أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم. وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب ما هم العرب كانوا من علماء الفلك خرافات وأساطير هذه كتبه هذه الكتب لا تدل على أنه عالم محقق على أنه رجالي على الأقل بمقاييس المخالفين ما عنده كتاب في الرجال هذه كتبه هكذا يضحك علينا هذه كتب مزبله ولذلك الطوسي ما ذكره ولا ذكر كتابه لان كتابه لا قيمه له هذا الكتاب جعلت له قيمه لان فيه بعض التوثيقات ومراجع الشيعه ما عندهم من كتب رجال وهم يريدون ان يكونوا كالنواصب ان واصبوا عندهم كتب رجال وهؤلاء يريدون ان يصبحوا مثلهم هو حتى النجاشي نفسه لقد الف هذا الكتاب انطلاقا من تعيير المخالفين لهذا السيد الشريف الرفيق هل هو المرتضى ام غير المرتضى بالنتيجه هو سيد شريف من عملاء العباسيين ولذا يلقب بهذا اللقب فهذه مؤلفات النجاشي له كتاب الجمعه وما ورد فيه من الاعمال وكتاب الكوفه وما فيها من الاثار والفضائل وكتاب انساب بني نصر بن قعين وايامهم واشعارهم وكتاب مختصر الانوار ومواضع النجوم التي سمتها العرب وانتهينا هذه كتب النجاشي بحسبه هو هو تحدث عن نفسه وتحدث عن مؤلفاته هذه الكتب لا تدل على انه من رواه الحديث لا تدل على انه من الفقهاء لا تدل على انه من علماء الرجال ولا تدل على انه من كبار علماء الشيعه كتب قليله موضوعاتها بسيطه وهو رجل مهتم بنسبه العشائري واما هذا الكتاب فانها خرافات العرب وهذه الكتب بالمناسبه لم يصل منها كتاب اصلا لانها لا قيمه لها فقط هذا الفهرست وصار الاهتمام به من قبل العلامه الحلي وصار كتابا في الرجال وبهذا دمروا احاديث اهل البيت هذه هي حقيقه حوزه النجا هذا الكتاب هذا الكتاب نسخه مختلفه هناك نسخ مختلفه لهذا الكتاب الرجل نفسه المؤلف نفسه في نسخه يكون موثقا وفي نسخه ليس موثقا فعلى ايه نسخه سيعتمد لان النسخه الاصليه المخطوطه التي كتبها المؤلف ليست موجوده لا وجود لها ابدا ولا توجد ايضا نسخه نقلت عن تلك النسخه ايضا لا وجود لها فنسخه المؤلف ليست موجوده ولا توجد عندنا نسخة نقلت بشكل مباشر عن نسخة المؤلف، أكانت قراءة يعني أن المؤلف قرأها على أحد وذلك الذي قرأت عليه كتبها وبعد ذلك أيدها المؤلف، ما هم هكذا يفعلون عند النواصب وهؤلاء يقلدون النواصب ولا توجد نسخة لشخص استنسخها بقلمه ويده. اذا لا توجد النسخة الاصلية ولا توجد نسخة اخذت عن النسخة الاصلية لا قراءة ولا كتابة. لا توجد نسخة مميزة النسخ متساوية في الفوضوية وفي التحريف والتناقضات فعلى اي اساس تقدم هذه النسخه على تلك وهذه النسخه توثق الرجل وتلك لا توثقه دعكم من هذا السؤال هل ان مراجع الشيعه عندهم طريق الى هذا الكتاب الى المؤلف ليس هناك من طريق يؤدي الى المؤلف او من طريق يؤدي الى هذا الكتاب انني اتحدث عن طريق صحيح بحسب موازين الرجاليين انا لا اؤمن بهذا الهراء ولكنني اناقشهم بهرائهم. ما هم هكذا يدمرون حديث اهل البيت. تلاحظون ان الكتاب مزور في عنوانه. فحينما يزور في عنوانه يمكن ان يزور في اي موضع اخر، وقد جئتكم بما ذكره عن الطوسي. والطوسي الف كتابه التبيان في اخريات عمره فكيف ذكره النجاشي والنجاشي توفي سنه اربعمئه وخمسين والطوسي توفي سنه اربعمئه وستين هناك عبث موجود وساتيكم بمثال اخر اقوى من هذا العبث ولكن بالتسلسل شيئا فشيئا نسخ متعدده متناقضه متضاربه فعلى اي نسخه يعتمدون؟ الانكى من هذا نحن لا نعرف مصادر النجاشي لان النجاشي لم يذكر مصادره ينقل الكلام من دون مصادر تلاحظون بايه وسيله دمروا حديث اهل البيت الكلام المذكور في هذا الكتاب لا نعرف مصادره النجاشي يمدح ويقدح من دون مصادر لا يذكر لنا من اين جاء بهذه المعلومات فكيف يعتمد على كلامه سيصبح راويه فلماذا ناخذ كلام راويه لما يقال عن الرجال كي نحكم به على راويه يروي الحديث ما هذا راويه يروي الحديث مع ان الحديث بالامكان ان نتاكد من متنه فتبينوا لكن كلام النجاشي كيف نتاكد من صحته او عدم صحته لا توجد قاعده معلومات فان النجاشي ينقل الكلام من دون ذكر المصادر لا نعرف مصادره مصادر هذا الكتاب ليست معروفه لا نعرفها وحتى ما اشار اليه من بعض المصادر هذه المصادر ليست موجوده الان. ربما اشار في حالات الى بعض المصادر فهذه المصادر ليست موجوده الان. ليست بين ايدينا. اذا كيف نعتمد على كلامه؟ هذا اذا سلمنا ان الكتاب رجالي، الكتاب ما هو بكتاب رجالي، هو فهرست لست قائمة يعدد أسماء المؤلفين وأسماء الكتب أما ما ذكر من مدح أو قدح فهو من خلال ما يسمع من خلال ما يقرأ لا من خلال خبرته الرجالية فما هو برجالية لا يوجد دليل على أنه رجالي لا في كتبه ولا في هذا الكتاب الذي هو أساسا فهرست ولا تحدث عنه معاصره الطوسي لا في الفهرست ولا في الرجال فمن اين صار رجاليا؟ ونحن لا نعرف مصادره والنسخ متناقضه ولا يوجد طريق صحيح عند مراجع النجف وكربلاء الى النجاشي او الى كتابه اذا كيف يعتمد هذا الكتاب؟ ومع ذلك لاحظوا أدل دليل على أن الكتابة قد تعرض للتحريف ولتحريف كبير صفحة 404 رقم الترجمة 1070 محمد ابن الحسن بن حمزة تحدث عنه ماذا قال النجاشي عنه مات رحمه الله في يوم السبت السادس عشر شهر رمضان سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره متى توفي في يوم السبت السادس عشر من شهر رمضان؟ سنة أربعمية وثلاثة وستين ودفن في داره أدري النجاشي طلع من قبره مو مات سنة أربعمية وخمسين طلع من قبره وإجا حضر في تشييع محمد ابن الحسن ابن حمزة شلون حضر في دفنة وهو متوفي سنة أربعمية وثلاثة وستين والنجاشي ميت سنة أربعمية وخمسين طبعا بعض المراجع الأغبياء ماذا قالوا قالوا لا هذا توفي سنة أربعمية وثلاثة وثلاثين من دون دليل لأجل أن يتخلصوا من هذا الإشكال ما هذا الرجل ذكر في كتب التأريخ ومن أن وفاته بهذا التأريخ فماذا تصنعون بها لاحظوا كيف يضحكون عليكم أنا لست في مقام التفصيل وإلا آتيكم بكتبهم وأسمائهم وآتيكم بأكاذيبهم هؤلاء السفلة من مراجع حوزة الطوسي لأجل ترقيع هذا الموضوع قالوا من أن محمد ابن الحسن ابن حمزة توفي سنة أربعمية وثلاثة وثلاثين هو المكتوب في الكتاب أربعمائة وثلاثة والموجود في كتب التاريخ الأخرى التي ذكرت وفاته ذكرت من أنه توفي في نفس هذا التاريخ أربعمائة وثلاثة إذن النجاشي خرج من قبره أخذ له إجازة ويبدو هذا الشخص عزيز عليه وإجي حضر في دفنه شو تقولون أنتم هذا يعني أن الكتاب قد عبث به ومن هنا قلت لكم هذا الكلام الذي ذكر في مقدمة الجزء الثاني وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم المدح والقدح ليس من النجاشي أضافوه مثل ما أضافوا هذا أضافوه واضافوا هذه الجمله لاننا اذا قرانا في المقدمه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد من انه سيتحدث عن مدح وقدح لكل رجل من الرجال هكذا قال وقد جمعت من ذلك ما استطعته من اسماء الكتب والمؤلفين ولم ابلغ غايته لعدم اكثر الكتب الى ان يقول وها انا اذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح وهي اسماء قليله من سلفنا الصالح مدح مجموعه قليله ولم يشر بعد ذلك الى انه سيمدح ويقدح الذين سيذكرهم من المؤلفين وانما مدح قله قليله فقط وها انا اذكر المتقدمين في التصنيف من سلفنا الصالح وهي اسماء قليله اما هذه الجمله وما قيل في كل رجل منهم من مدح او ذم هذا من تحريف مراجع حوزه الطوسي وهم اضافوا المدح والقدح قطعا يكون هذا عبر العصور وهذا التحريف بدا بعد حرق المكتبات الشيعيه في بغداد ويبدو ان هذا بتخطيط كان ومباشره انتقل الطوسي الى النجف كي يعيد كتابه الكتب التي احرقت وحرفوا ما حرفوا فيها التحريف بدأ منذ ذلك الوقت، أنا لا أتحدث عن تحريف في زماننا. أنا أتحدث عن تحريف بدأ منذ أن أسست حوزة التحريف وحوزة الدجل وحوزة الضلال التي لا زالت على دجلها وضلالها، هذه الكتب وأطروحات الدكتوراه وأمثال ذلك. فهذا ابن حمزة مات في سنة 463 وثلاثة وستين فكيف حضر النجاشي في موته ودفنه في داره والنجاشي مات سنة 450 وخمسين إذا هذا الكتاب قد عبث به عبثوا به تلاحظون المهزلة إنها مهزلة في جميع الاتجاهات أما قولي أنه سافل فدليله هو هذا في أحاديث أهل البيت في أحاديث أهل البيت في الكافي وغير الكافي عندنا روايات يحدثنا اصحاب الائمه من انهم يسالون الائمه هل نحدث بتفسير جابر انه جابر بن يزيد الجعفي له تفسير عظيم تفسير كبير ضيعوه ليس موجودا الان ما هو مطبوع الان بعنوان تفسير جابر هناك من جمع بعض الاحاديث التي انتشرت في كتب الحديث التي جاءت مرويه عن جابر الجعفي في تفسير بعض الايات القرانيه جمعوها في كتاب وطبعوه وكتبوا عليه تفسير جابر والا فان تفسير جابر الاصل ليس موجودا بين ايدينا وهو في الحقيقه ما هو بتفسير لجابر انه تفسير امامنا الباقر الذي املاه على جابر فجابر هو ناقل لتفسير امامنا الباقر وهذا التفسير هو تفسير الرجعه معظم ما فيه عن الرجعة لأن القرآن تحدث كثيرا عن الرجعة التي ينكرها مراجع حوزة الطوسي سود الله تعالى وجوههم ما تركوا شيئا من ثقافة العترة إلا أنكروه إلا سفهوه إلا ضعفوه هؤلاء السفله فاصحاب الائمه من بعد الباقر صلوات الله عليه يسالونهم يسالون الامام الصادق والائمه من بعد الامام الصادق صلوات الله عليهم هل نحدث الشيعه بتفسير جابر؟ الائمه يمنعونهم يقولون لهم لا تحدث السفله بتفسير جابر انهم سفله الشيعه لا تحدث السفله قطعا فان اصحاب الائمه لا يريدون ان يحدثوا النواصب باحاديث جابر في الرجعه وانما يحدثون الشيعه باحاديث جابر التي هي احاديث الباقر صلوات الله عليه فالائمه كانوا يقولون لهم لا تحدثوا السفله باحاديث جابر لماذا يقولون لانهم يوبخون جابرا سيستهزئون به لانهم سيشنعون على تفسير جابر لانهم سيذيعونه بين الناس وهذا يؤدي الى السخرية من جابر ومن تفسير جابر. الأئمة يصفون الذي يستهزئ بحديث واحد من أحاديث جابر بأنه من سفلة الشيعة فيقولون لأصحابهم: لا تحدثوا السفلة، لا تحدثوا سفلة الشيعة بحديث من تفسير جابر لأنهم يوبخونه لأنهم يشنعون عليه لأنهم سيذيعونه بين الناس ويكون ذلك سببا للسخرية من تفسير جابر الذي هو تفسير الباقر أو أنهم سيسخرون من جابر من حامل أسرار أهل البيت صلوات الله عليهم نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة، عن عبد الكريم، قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات او هلك في اي واد سلك فقلت وما استداره الفلك فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنه يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن امامنا الباقر ايضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الامر؟ فقال ان يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. الذي يستهزئ او ينكر او يرد على حديث واحد من تفسير جابر وهو تفسير ضخم جدا كبير جدا كان موجودا زمان الائمه الذي يرد على حديث واحد من تفسير جابر مستهزئا منكرا له أو أنه يستهزئ بجابر بسبب حديث واحد فإن الأئمة يصفونه بالسافل ويصفون الشيعة الذين حالهم هذا بالسفلة تعالوا معي إلى النجاشي النجاشي صفحة 128 وعشرين رقم الترجمة 332 جابر بن يزيد الجعفي أولا ماذا قال عن جابر؟ وكان في نفسه مختلطا جابر وكان في نفسه مختلطا أي أن عقيدته ليست صافية أي أن عقيدته ليست نقية. عقيدته جماع ما بين الحق والباطل قد اختلط عليه الأمر وكان في نفسه مختلطا بعبارة أخرى عقيدته فاسدة. هذا شخص جابر أما تفسيره له كتب منها التفسير وعدد كتبا اخرى في اخر الكلام صفحه 129 وغيرها وغير هذه الكتب وغيرها من الاحاديث والكتب وذلك موضوع موضوع يعني انه مكذوب على الائمه بالضبط مثلما قال الخوئي عن تفسير إمامنا الحسن العسكري من أنه تفسير موضوع مكذوب على الإمام الحسن العسكري فهذا النجاشي أولا وصف جابرا بالضلال وبوصف قبيح وكان في نفسه مختلطا انه يستهزئ بجابر ثم انكر التفسير بكامله وانكر كل كتب جابر التي هي احاديث اهل البيت طبقوا القاعده التي ذكرتها لكم والتي جاءت في العديد من احاديثهم ورواياتهم في الكاف الشريف وغيره من أن الذي يستهزئ ويشنع بحديث من أحاديث تفسير جابر فهو من السفلة فما بالكم بالذي حكم على جابر الجعفي بسوء العقيدة وفساد العقيدة وحكم على تفسيره كله وعلى كل كتبه من أنها موضوعة يعني ما فيها ولا حديث عن الأئمة هذا هو كلامه وذلك كل هذه الكتب وذلك موضوع والله أعلم فماذا تقولون عنه هل هو سافل فقط هذا سافلون وسافلون 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 واسفل السفله هذا منحط في اقصى درجات الانحطاط هذا اسفل السفله اذا كان الشيعي يستهزئ بحديث واحد الائمه يصفونه بانه من السفله ويقولون لاصحابهم لا تحدثوا السفلة بحديث جابر ولو بحديث واحد فما بالكم بهذا الذي يذم جابرا ويصفه بفساد العقيده وينكر تفسيره وينكر الاحاديث التي رواها وذلك موضوع والله أعلم فهذا الذي يقوله النجاشي حتى إذا قال قائل بما أن الكتاب محرف فربما حرفوا هذا الكلام بخصوص الكتب فماذا بشأن جابر؟ ايضا حرفوا الكلام اذا لم يبقى شيء في هذا الكتاب لم يحرف فالنجاشي سافل بحسب قواعد التقييم عند العتره الطاهره لا عند الرجاليين السفله اتحدث عن مراجع حوزه الطوسي السفله من زمان الطوسي والى يومنا هذا من الطوسي الى المرجع الاعلى لذا اصفهم بالسفله لماذا لانهم يبنون دينهم في التفسير والعقائد والفتاوى والاحكام في تقييم الروايات والاحاديث على اقوال هذا السافل والذي يبني دينه على اقوال اسفل السفله النجاشي سيكونون اكثر سفاله منه هذا تقييم الائمه لهم فهذه اطروحه الدكتوراه وقبسات من علم الرجال هي جزء من هذه المزبله فرجال النجاشي الذي هو الفهرست فهرست النجاشي هذا اهم كتاب عند مراجع حوزه الطوسي، هذا الكتاب الاول سيد الكتب الرجاليه عند مراجع حوزه الطوسي وانتم امام اعينكم وامام اعينهم انهم يتابعون البرنامج هذا الذي ذكرته حقائق لا يستطيعون ان يردوا حرفا واحدا منه بالله عليكم هذا كتاب يجوز شرعا ان ندمر احاديث اهل البيت به يجوز شرعا ان نعتمد عليه في استنباط الاحكام الشرعيه الاحكام الشرعيه التي في الرسائل العمليه مستنبطه وفقا للمعلومات الموجوده في هذا الكتاب فهذه عمليه افتاء من غير علم من افتى بغير علم ما هو بعلم علم الرجال بحسب ايات القران انه جهل وجهاله وقد بينت ذلك لكم وحتى اذا اردت ان اغض الطرف عن هذه الحقائق ما ذكرته عن رجال النجاشي هو عباره عن مزبله فكيف يكون اساسا للافتاء؟ الرسائل العملية التي تعملون بها يا أيها الشيعة وحق الزهراء البتول مستنبطة على أساس معلومات هذا الكتاب فهذا إفتاء من غير علم من أفتى بغير علم أكبه الله على من خريه في نار جهنم هذا إفتاء من غير علم هذه الرسائل العملية هي الرسائل الجهنمية القذرة لأنها افتاء من غير علم والأنكى والأنكى أن السيستاني يقدم رجال ابن الغضائر الذي لا وجود له على هذه المزبلة فيأتينا بمزبلة أقذر من هذه المزبلة وقد قرات الكلام عليكم قرات رايه راي السيستاني من كتبه في الحلقات المتقدمه هذا هو دينكم وهؤلاء هم المراجع الذين تقلدونهم الان والذين ستقلدونهم في الايام القادمه لم ينتهي الكلام وقت الحلقه صار طويلا الحديث المهم لم نصل اليه لحد الان نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله